كانت زارا شابة تحب المغامرة وعاطفة لاستكشاف المجهول. لطالما كانت مفتونة بقصص الجينات وقواها الغامضة، لكنها لم تتخيل أبداً أنها ستواجه أحدهم وجهاً لوجه. حدث ذلك ذات يوم عندما كانت زارات ستكشف أنقاض معبد قديم، وبينما كانت تتجول عبر الجدران المتهدمة، عثرت على مصباح قديم مدفون في الرمال. دون تردد، فركت المصباح، ولدهشة لها، ظهر جني من الفوهة. لكن هذا لم يكن مارداً عادياً. كان هذا الجني إرهابياً عازماً على استخدام سلطاته لأحداث الفوضى في العالم. لقد سافر إلى الوراء في الزمن من المستقبل، حيث هزم من قبل مجموعة من المحاربين الأقوياء. الآن كان مصمماً على تغيير التاريخ ومنع هزيمته. كشف الجني عن خطته لزارا، موضحاً أنه سيستخدم سلطاته لتغيير مجرى التاريخ، مسبباً الفوضى والدمار عند كل منعطف. لكن زارا رفض الوقوف مكتوف الأيدي ومشاهدة العالم يسقط في الظلام. كانت تعلم أن عليها إيقاف الجني بأي ثمن. بمساعدة عدد قليل من الحلفاء الموثوق بهم، انطلق زارا في مهمة لمنع الجني من تنفيذ خطته. سافروا عبر الزمن، من الماضي البعيد إلى المستقبل البعيد، قاتلوا أتباع الجني وأحبطوا مخططاته الشريرة. أثناء رحلتهم عبر الزمن، تعلم زارا المزيد عن ماضي الجني والأحداث التي قادته إلى طريق الدمار. اكتشفت أنه كان ذات يوم كائناً لطيفاً ولطيفاً، لكنه أفسدته قوة سحره. عرفت زارا أنها لا تستطيع ببساطة هزيمة الجني في المعركة. كان عليها أن تظهر له أن هناك طريقة أخرى، أنه يمكنه استخدام قواه للخير بدلاً من الشر. وهكذا، بالصبر والمثابرة، تمكنت من الوصول إلى قلب الجني وإقناعه بالتخلي عن خططه للتدمير. بمساعدة الجني، تمكنت زارا وحلفاؤها من إعادة الجدول الزمني إلى مساره الصحيح. تم إنقاذ العالم من الفوضى التي خطط الجني لإطلاق العنان لها، وعاد السلام. عندما عادت إلى المنزل من رحلتها، عرفت زارا أنها أنجزت شيئاً رائعاً حقاً. لم تنقذ العالم فحسب، بل أظهرت أيضاً للجني أن هناك أملاً في الخلاص، حتى في أحلك الأوقات.